الحديث عن الإمامة حديث عن الهداية، عندما يكون الحديث عن أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام أو عن الأئمة عموما حتى لو كانوا بعض الأنبياء فهو حديث عن الهداية في الصميم. الإمامة أعلى مركز من المراكز الإلهية التي وشح بها البشر، والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هذه الآية تبين بوضوح بأن منصب الإمامة هو أعلى المناصب الإلهية. لماذا؟ لأن النبي إبراهيم كان عبدا لله ثم أصبح نبيا ثم أصبح رسولا ثم أصبح خليلا، خليل الرحمن، ثم رزقه الله ابنه إسماعيل وابتلاه بذبح ابنه إسماعيل وابتلاه بالكلمات، لأن النبي إبراهيم لم يبتلى فقط بذبح ابنه إسماعيل، هذا ابتلاء عملي، هناك ابتلاء فكري عقائدي وهو ابتلاء الكلمات. الابتلاء العملي اللي يجسده الصبر، ابتلي بذبح ابنه إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، هذا صحيح، هذا ابتلاء الصبر، الابتلاء العملي. أما الابتلاء الفكري العقائدي هو ابتلاء الكلمات: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. أحدهم يسأل الإمام الصادق: ما هذه الكلمات التي ابتلي بها النبي إبراهيم؟ فأجابه الإمام عليه السلام: هي تلك الكلمات التي تلقاها آدم. آدم عندما عصى ربه وأراد أن يتوب قال: إلهي ما هو السبيل إلى التوبة؟ قال: ارفع رأسك، انظر، انظر إلى هاي الأسماء اللي يعبر عنهم القرآن العالين، محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. قل: اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين أن تتوب علي. فقالها فتاب عليه. هذه الكلمات الإمام الصادق يقول هي نفسها هاي الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هي نفسها. بس الزيادة أن إبراهيم أتم الكلمات: يا إبراهيم أتقر وتعترف بأن هؤلاء أفضل منك ولولاهم ما خلقتك؟ هؤلاء الصفوة. النبي إبراهيم اعترف بذلك، اعترف بهذه الكلمات وأتمهن. الرواية تقول: وأتمهن إلى الإمام الحجة. بعد أن نجح في هذا الامتحان، ومن قبله كان قد نجح في امتحان الصبر في ذبح ابنه إسماعيل، نجح في هذين الامتحانين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، هذا الامتحان الصبر، وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا امتحان العقيدة والفكر، نجح فيهما إبراهيم، جاءته البشرى والمكافأة الإلهية: إني جاعلك للناس إماما.
إذن الإمامة أعلى منصب من مناصب السماء في المناصب الإلهية. النبي صلى الله عليه وآله يخاطب عليا قائلا عندما نزلت هذه الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. خاطب النبي عليا قائلا: يا علي، أنا المنذر وأنت الهادي، وبك يهتدي المؤمنون بعد. أهل البيت عليهم السلام عندما تطرق بابهم لكي تسألهم عن هذه الآية: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، يقولون: الآية عنتنا نحن الهداة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. أحد هؤلاء الهداة الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. عمر الإمام 55 سنة، 20 سنة كان إماما صامتا. إماما صامت شنو معناه؟ يعني كان معه إمام ناطق، لأنه ما اجتمع إمامان أو أكثر وقام بالإمامة أحد هؤلاء. إذا كانوا 3 أو 4 كما اجتمع في عصر واحد الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين، عصر واحد الإمام أمير المؤمنين هو الإمام القائم بالإمامة. إذن الأئمة الباقي الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين أئمة صامتون. شنو معنى الإمام الصامت؟ الإمام الصامت متوافر على كل شروط الإمامة، كل صفات الإمامة موجودة فيه، فقط شرط واحد بس. شنو هذا الشرط؟ أن وقت إمامته لم يأتي بعد، فقط وإلا كل الشروط موجودة. يعني عندما الإمام الكاظم يكون مع أبيه الإمام الصادق عليه السلام، يعيش مع أبيه 20 سنة، الإمام الصادق هو الإمام القائم، الإمام الناطق، الإمام الكاظم يكون إماما صامتا. صامت مو كما يقول البعض أنه لا يتوافر على صفات وشروط الإمام إلا إذا أصبح إمام، لا لا، وإنما هو إمام عندما يخرج من بطن أمه. وهذه صفة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وآله والأئمة واحد واحد. إذا خرج الإمام من بطن أمه يستقبل الأرض بيديه ويرفع رأسه إلى السماء. أبو بصير هو يتكلم يقول كنا مع الإمام الصادق في الأبواء. وين الأبواء؟ الأبواء منطقة بين مكة والمدينة، وتقترب أو تقرب من المدينة أكثر. يقول كنا نتغذى والإمام الصادق لقد أولم لنا وأعد لنا طعاما أكثره وأطيبه، يعني طعام كثير طيب شوية. وإذا برسول جاء قال: أنا رسول من حميدة. حميدة؟ من هي حميدة؟ حميدة المصفاة، كسبيكة الذهب، المصفات من الأدناس كما يقول الإمام الصادق. حميدة المصفات من الأدناس. وعندما أقول لك من الأدناس، إذن عليك أن تستحضر، عليك أن تستحضر: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهير. أمهات الأئمة يدخلون بنحو أو بآخر، ليس في هذه الآية في المعصومين 14، ولكن لهن نصيب. على كل حال الحديث مو عن هذا. حميد المصفات من الأدناس كسبيكة الذهب، ما زالت الملائكة تحرسها. ليش؟ لأن هي حميدة بربرية من الأندلس، أو بعضهم يقول أندلسية وبعضهم يقول من البربر. المهم
فحفظت ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت إلي كرامة من الله إلي وللحجة من بعدي. إذا قرأناها أديت، أما إذا قرأناها أدت يعني هي أدت كرامة من الله إلي، أدت الحجة يعني جاءت بالإمام الكاظم عليه السلام. أبو بصير يقول فجاء رسول قال سيدي يا أبا عبد الله حميدة قد ضربها الطلق، يعني ضربتها آلام الولادة، وأنت قلت لها بأن لا يسبقك إلى ابنك هذا أحد، يعني كنت أول واحد تشوفه، اذهب إليها. الإمام أسرع إليها، يقول سرعان ما رجع إلينا مستبشرا ضاحكا، فقلنا له سيدنا ومولانا أضحك الله سنك، فقال لقد سلم الله حميدة وجاءت لي بمولود هو خير أهل الأرض، وقد أخبرتني بخبر أنا أعرفه أعلم به. قلنا له ماذا أخبرت؟ قالت أخبرت بأن المولود المبارك عندما سقط من بطنها، خرج من بطنها، استلقى الأرض بيديه وقد رفع رأسه إلى السماء، وهذه صفة النبي صلى الله عليه وآله وصفة الأوصياء من بعده. الإمام أبو الحسن كنيته أبو الحسن، وأحيانا يقال أبو الحسن الماضي، أحيانا يقال أبو الحسن الأول. أبو الحسن موسى بن جعفر الكاظم، حيث أنه أحد الهداة، يقول هشام بن سالم كنت أنا وصاحبي أبو جعفر الأحول مؤمن الطاق، هذا اللي عنده قدرة على مخاصمة ومحاججة الخصم. يقول بعد شهادة الإمام الصادق رأينا يافطة كبيرة كتب عليها على باب عبد الله الأفطح، مكتوب عليها أنا الإمام من بعد أبي. وعندما يقال لكم أفطح يعني به فطح في قدمه في رجله، وعندما يقال به فطح يعني به عيب، ومستحيل أن يكون الإمام به عيب في بدنه، مستحيل. ما دام به عيب إذن ليس بإمام. ليش؟ لأن الإمام الله جعله إمام، الغرض من الإمامة أن يدعو الناس إلى الله. الإمام مثل مغناطيس جاذبية، إذا كان به عيب في بدنه العيب يوجب النفرة، ينفر الناس منه، وهذا يتنافى مع الغرض الذي من أجله جعله الله إمام. من هنا إذا قيل لكم بأن واحد من الأنبياء أو واحد من الأئمة به عيب في بدنه، قل لهم بأن هذا غير صحيح، وإذا كان صحيح فإنه يلزم نسبة الجهل أو العجز إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا حجة على الناس، الله جعله حجة، الله يعلم بأن به عيب أو لا يعلم. إذا كان يعلم لماذا تركه بهالشكل ينفر الناس منه؟ ليش؟ المفروض إما أن يشفيه أو يغيره، هو الذي خلقه، فإذا ما غيره يعني عاجز. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. المهم هذا هشام ابن سالم يقول أنا طبيت أنا وصاحبي أبو جعفر الأحول على عبد الله الأفطح، رأينا الناس يعزونه ويهنئونه، يعزونه بشهادة والد الإمام الصادق ويهنئونه بالإمامة. يقول احنا طبينا ويا الناس بعد، سألنا أسئلة رأيناه لا يفقه شيئا. احنا من أصحاب الإمام الصادق وعدنا خبرة كيف الإمام يسأل وكيف يجيب،
شفنا هذا في وادي والإمام في وادي آخر. فخرجت أنا وصاحبي نلطم على رؤوسنا: إلهنا وسيدنا ومولانا، إذا لم تهدنا إلى إمام الحق نكون من المجبرة، نكون من المرجئة، نكون من الخوارج، نكون من الزنادقة. طبيعي لأن واحد من يطلع عن الجادة سواء راح يمين أو شمال نفس الشيء، هو يكون يلتزم بالجادة، فإذا خرج عن الجادة خرج، لا يضر أن يذهب أقصى اليمين أو أقصى الشمال أو كذا. يقول: بينما نحن كذلك أنا وصاحبي متحيرين، وإذا بشخص يشير إلينا: تعال تعال. قلت لصاحبي: أنت اقعد وأنا أذهب معه، لعله أحد عيون السلطة العباسية، فإذا أراد يأخذ يأخذني أنا وحدي. جلس صاحبي وأنا مشيت معه، هو قدام وأنا أقف أثره، إلى أن أوقفني عند باب بيت ومشى عني. سبحان الله، شو سوي الآن؟ أنا ما أعرف هذا بيت منو، يكون أرجع أو أطرق الباب، وإذا طرقت الباب ماذا أقول؟ لأن الباب ما مكتوب عليه شيء. يقول: لحظات وإذا الباب اللي قدامي هو انفتح، انفتح، وإذا واحد من داخل البيت يناديني: إلي إلي يا هشام بن سالم، لا إلى الزنادقة ولا إلى الخوارج ولا إلى القدرية ولا إلى المرجئة، تعال. الله، علم ما في نفسه وما كان يتكلم به مع صاحبه. يقول: خطوت نحوه وإذا به موسى بن جعفر عليه السلام، ضمني إليه وأطلعني على علامات تيقنت أنه هو الإمام. يمكن واحد يسأل منكم وقد ينقدح في ذهن بعضكم سؤال: شلون هذول من كبار أصحاب الإمام الصادق كيف لا يعرفون بأنه هو الإمام موسى بن جعفر هو الإمام؟ مو هذا السؤال ينقدح في الأذهان؟ الجواب: قبل شهادة الإمام الصادق، الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الدوانيقي أصدر مرسوم إلى وأوامر إلى والي المدينة: من أوصى إليه جعفر بن محمد الصادق اقطع عنقه. لو أنتم مكان الإمام الصادق شو سوي؟ كيف تحافظ على الإمام؟ فالإمام أراد أن يفوت الفرصة على الخليفة العباسي وعلى والي المدينة، أعلن أن أوصيائي خمسة، أوصيائي خمسة: أبو جعفر المنصور الدوانيقي نفسه الخليفة العباسي، ووالي المدينة، والسيدة حميدة المصفى نفسي ذا الفداء، وعبد الله الأفطح، وموسى بن جعفر. يلا تفضل، تريد الآن تقطع عنق من أنت؟ يكون تبدأ بنفسك. هذه فوتت الفرصة على الخليفة العباسي وعلى والي المدينة، بس أوجدت حالة من التشويش وحالة من الربك والارتباك، وهذا الارتباك عادي، لأن الإنسان لابد أن يسعى لمعرفة إمام الحق، لابد، يعني مو كل الأمور لابد أن تجيك بالعافية، لابد أن تتحرك شوية. المهم، يقول: أطلعني هشام بن سالم، يقول: أطلعني موسى بن جعفر على أنه هو الإمام الحق، وآمنت بذلك خلاص. بس قلت له كلمة، قلت له: سيدي ومولاي، إن أخاك عبد الله يقول هو الإمام، وخلق كثير معه. فقال، هذه كلمة أذكرها وأختم لأن الوقت خلاص. قال: يا هشام اسمع، إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد الله. أعيد الكلمة،
كلمة قصيرة لكن تختصر كلنا، كل هذا الكلام تختصره هذه الكلمة، إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد الله. ليش؟ عبد الله الأفطح مو مسلم؟ عبد الله الأفطح مو ابن الإمام الصادق؟ ليش يريد أن لا يعبد الله؟ عندك جواب؟ إيه عندي جواب. الجواب شنو هو؟ الجواب أن الذي يأخذ الناس إلى الله الذين بهم عبد الله وبهم عرف الله فقط وفقط هم محمد صلى الله على محمد وآل محمد والزهراء والأئمة الاثنى عشر. أي واحد غير هؤلاء يأخذ الناس إلى صحراء التيه، حتى لو كان واحد من أبناء الأئمة، إذا كان مخالفا لآبائه مثل هاي عبد الله الأفطح، مخالفا لأخيه الإمام موسى الكاظم، أي واحد يأتم بعبد الله الأفطح، عبد الله الأفطح راح يأخذ الناس إلى وين؟ إلى الضلال. إن أخي عبد الله يريد أن لا يعبد الله، لأنه عبادة الله لا تمر فقط وفقط إلا من خلال محمد وآل محمد. إيه، ولهذا هارون الرشيد لم يهدأ له بال والإمام موسى بن جعفر موجود بين الناس يتحرك. ذهب إلى المدينة ودعا وجهاء المدينة ودخل على قبر النبي صلى الله عليه وآله. خاطبه هارون، خاطب النبي صلى الله عليه وآله: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا ابن العم. ابن العم من وين جاي؟ لأنه ابن العباس، والعباس أخو عبد الله ابن عبد المطلب، يعني عيال عم. فقال الإمام الكاظم كان موجود: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبتاه، يا أبه. دائما هارون الرشيد وأمثاله لا يريدون أن يمدح أحد أمامهم، أن يعلو كعب أحد أمامهم أبد. ولهذا قال: يا رسول الله إذن لي، إني أعتذر منك، أريد أن أأخذ موسى بن جعفر، فلقد أراد وسعى أن يفسد أمر هذه الأمة. وبالفعل أخذ الإمام، أخذ وين؟ إلى سجن البصرة، بقي سنة واحدة في سجن البصرة. السجان قال: تعالوا استلموه، أنا لا أتحمل مسؤوليته، لأن ما رأيت منه إلا خير. أخذ إلى بغداد في سجن الفضل ابن الربيع، بعدين أيضا انتقل أو نقل إلى سجن الفضل ابن يحيى البرمكي، وفي الأخير نقل إلى سجن السندي ابن شاهك. سجن السندي ابن شاهك مو سجن، افتحوا التاريخ وشوفوا، يقولون طامورة، طامورة تحت الأرض لا يعرف فيها الليل من النهار.